السلام عليكم. نستكمل الجزء الثاني من محاضرتنا الخامسة اللي هي بعنوان الكوميونيكيشنز ثيوري اللي تشمل الأنواع الـ AM موديليشن تكنيكس الـ دبل سايد باند لارج كارير والسنجل سايد باند سبريس كارير سيجنالز. أخذنا بالمحاضرة السابقة دبل سايد باند لارج كارير، نستذكر المعادلة اللي خاصة به هي معادلة الـ AM موديليشن جزئين، جزء الكوساين سيجنال اللي هو الكارير سيجنال، الجزء الثاني هو الكارير مضروب بالمسج سيجنال، وعرفنا آلية توليده وآلية الديتكشن مالته. وصلنا بالمحاضرة للنوع الثاني من أنواع الـ AM Modulation Signals اللي هو الـ Double Sideband Suppressed Carrier. من اسمه Double Sideband نفس النوع السابق، لكن Suppressed Carrier معناها أنه الجزء الخاص بالكارير هو اللي ما موجود، بمعنى انه هذا الجزء اللي هو جزء السيجنال مضروب بالكارير هو اللي موجود، بلس الكوساين اللي هو الكارير بالسلايد السابق. اذا نرجع عليه، هذا الكارير، هذا الجزء الكارير هو اللي ما موجود بالدبل سايد باند سبريس كارير، يعني الدبل هو نفسه هذا الجزئين الكارير ويا المسج مضروبة بالكارير، بس سبريس كارير يعني الكارير اللغة، فهذا الجزء هو اللي ما موجود، يبقى بس جزء السيجنال اللي مضروبة بالكارير. هنا أنا هذا النوع الـ FFT هي المسج، والـ AC كوساين أوميجا CT هو الكارير مالتنا. السيجنال مالتنا هذه هنا أنا راح نسميها هي دبل سايد باند لكن سبريس كارير. شلون نجي نسوي أو نرسم الريسبونس مال هاي السيجنال؟ إذا جينا فرضنا إنه الكوساين سيجنال هي عندها بلس بالأوميجا سي أو الإف كارير، والبلس الآخر بالماينس إف كارير. الدبل سايد باند معناها إنه السيجنال الأساسية، المسج الأساسية مالتنا اللي هي سنتر مالتها بالزيرو، راح يصير هي دوبلكيت بالسنتر الإف سي والسنتر الثاني اللي هو الماينس إف سي. طبعا الباندوث مال السيجنال هو نفسه اللي هو الباندوث مالتها دبليو ام او اف ام. زين، اذا اريد نيجي نحسب الباور الموجوده بهذه السيجنال، نعرف الافرج ترانسميتد باور. اذا اريد اعرف ترانسميتد باور مالتها، فهي عندها تو سايدد، هذا السايد الاول وهذا السايد الثاني، فمعناها انه السيجنال باور اللي ترانسميتد كلها لازم تصير 2 في الباور مال السايد باند الواحد، فالباور مال السايد باند هو بي اس بي اللي هو السايد باند باور سيجنال. اذا 2 في الباور مال السايد باند معناه راح ينطيني توتال ترانسميتد باور اللي هو يساوي شنو. نستذكر شويه انه السنجل تون سيجنال او سنجل تون مسج الباور مالتها هي المين سكوير مال السيجنال نفسها، والمين سكوير مال الساين سيجنال او الكوساين سيجنال هو عباره عن نص في الامبليتيود مالتها تربيع. فاذا نرجي نتذكر هنا هذا الكارير سيجنال مالتنا، المين سكوير مالته هذا تربيع مضروب في المين سكوير مال الكوساين سيجنال اللي هو نص، مضروب في المين سكوير مال المسج سيجنال المرسله. فالمين سكوير مال المسج في الاي سي سكوير في النص هو التوتال ترانسميتد باور. زين، التوتال ترانسميشن باندوث، اذا الباندوث مالتي مال وحده من عندهم هو اف ام، فمعناها اذا عندي 2 فهو 2 اف ام، فاذا التوتال ترانسميشن باندوث مالتنا هو 2 اف ام، والاف ام هو نعتبره اعلى فريكوانسي موجوده بالسيجنال، اعلى فريكوانسي موجوده بالسيجنال. زين، هذه الفريكوانسي ريسبونس مالتها او الفريكوانسي ريبريزنتيشن او السبيكترم مال السيجنال، شلون نجي نمثله بشكل معادله دبل سايد باند اوف دبليو، يعني ناخذ له فورير ترانسفورم. من ناخذ فورير ترانسفورم، احنا نعرف انه هنا عندنا المفروض بالس مال الكوساين سيجنال موجوده، هنا اض اف كارير وهنا اض ماينس اف كارير، فاوريدي هنا راح يصير عندي شيفت ب مقدار الـ FM أو مقدار الـ WM. إذا هاي كانت WC فهذه صار WC plus WM، وهنا WC minus WM، ونفسها هنا بعقل بالإشارة. فإذا الـ Frequency Representation مالتها هو النص اللي هو مال الـ Cosine Signal الـ Mean Square مالتها في الـ F of W minus WC و W plus WC.
ال double side band suppressed carrier signal modulation شلون نجي نولد هال transmitter المفروض يدز من الانتنا مالته f of t cosine omega ct اللي هو double side band suppressed carrier signal. هاي آلية توليدها جدا بسيطة، مجرد المسج سيجنال f of t تضرب عن طريق multiplier بالcarrier signal cosine omega ct by default راح تطلع الريزلت هي f of t cosine omega ct. تمثيلها بالtime domain والfrequency domain، احنا نعرف انه AM modulation لتمثيله ال f of t يصير لها shifting بمقدار ac، فاذا كان مقدار ac اصلا واحد او ما موجود معناها يبقى السنتر مالتها از زيرو، ترفع على هذا الكارير مع تغير الامبليتود مالتها. بالفريكونسي دومين الكوساين اوميجا سي تي بالفريكونسي دومين هي عباره عن تو باسس ات دبليو سي ماينس دبليو سي، والاف اوف تي بالفريكونسي دومين هذا الشكل مالتها بالفريكونسي دومين فريكونسي ريبريزنتيشن، والباند وث مالتها راح يصير هو دبليو ماينس ماينس دبليو يعني 2 اف ام او 2 دبليو ام. من تتحول الى بالموديليشن بالتايم دومين هو اف اوف تي كوساين اوميجا سي تي بهذا الشكل، هاي راح تيجي تقعد هنا وهنا بالفريكونسي دومين فيصير شكل دوبليكيتد هنا وهنا مع سبريسنج لهذا، هذا المفروض هو ما موجود لذلك مخلين احنا نقاط، لان عندنا سبريس كارير. لو عندنا لارج كارير يعني لو عندنا دبل سايد باند لارج كارير فهذا البلس راح نشوفه يكون موجود، كل واحدة من عندهم الباندوث مالتها هو 2W او 2FM او 2WM ايا كانت تسميتها. بعض الملاحظات على double sideband suppressed carrier signal، اول نقطة بيها انه ماكو كارير، يعني الكارير هنا يكون suppressed ما موجود ملغى. النقطة الثانية انه الباندوث مال double sideband suppressed carrier signal هو 2W او 2WM او 2FM ايا كان الباندوث مال المسج الاصلية يضرب في اثنين، W هو الباندوث of the message اللي هو الموديليتينج سيجنال اللي هو المسج الأصلي، يعني الباندوث راح يكون شبيه يكون دبل مضروب في اثنين. Above a process اللي هي المultiplication is called the frequency conversion or frequency mixing or heterodyning، يعني هاي العملية اللي شفناها هي frequency multiplication اسمها، أو نسميها frequency mixing أو نسميها frequency conversion أو نسميها heterodyning، فأي تسمية تجي إلها راح تشير لعملية multiplication بين المسج signal وبين الكارير signal. بالرسيفر مال الدبل سايد باند سبريس كارير سمبل ريسيفينج سيجنال بروسيسنج نسوي اللي هو يعني نقدر نستلمها بطريقة جدا بسيطة، ايضا نستخدم المالتيبليكيشن اوبريشن، نستخدم المالتيبلاير حتى نضرب الريسيفد سيجنال اللي هي المفروض تكون دبل سايد باند سبريس كارير سيجنال عبارة عن جزئين الاف اوف تي مضروب في كوساين اوميجا سي تي، نيجي نضربه في نفس الكارير المضروب بالترانسميتر اللي هو الكوساين اوميجا سي تي عن طريق المالتيبلاير، من نضرب راح يصير عندنا اف اوف تي كوساين سكوير اوميجا سي تي يعني مرتين نضرب في كوساين فيصير الكوساين سكوير. من رياضيا نفتح الكوساين راح ينفتح الى جزئين، الجزء الاول هو نص والجزء الثاني هو النص في كوساين ضعف الزاوية، اذا كانت كوساين اوميجا سي تي فيصير 2 اوميجا سي تي. السيجنال الاصلية مضروبة في منه في الاف اوف تي، فالاف اوف تي راح يكون موجود بالتو بارتس، بالبارت الاول اللي هو النص اف اوف تي والبارت الثاني اللي هو نص اف اوف تي كوساين اوميجا سي تي. احنا شنو اللي نريده بالديتكشن، شنو نريده بالريسيفر، نريد ناخذ السيجنال الاساسيه مالتنا اللي هي فقط المسج اللي هي الاف اوف تي. حتى ناخذ هاي الاف اوف تي راح نجيب هذه السيجنال كلها ندخلها على منو، ندخلها على لو باس فلتر. لو باس فلتر راح يجي يتحدد الباندوث مالته على اساس الباندوث مال المسج مالتنا، فبالتالي الاوتبوت مالتنا راح يطلع فقط هذا الجزء اللي هو النص في الاف اوف تي اللي هي المسج الاساسيه، هذا اللو باس فلتر يكون الباندوث مالته هو W راديان بير سكند حتى ناخذ فقط المسج. هذا التمثيل بالتايم دومين والفريكونسي دومين، هذا بالتايم دومين للمسج سيجنال مضروبه في الكارير اللي هو اف اوف تي كوساين اوميجا سي تي اللي هي دبل سايد باند سبريس كارير المستلمه عن طريق الانتنا بالريسيفر سايد. اجينا ضربناها في كوساين اخر مثل ما موجود هنا بهذا الفيجر
ضربناها في كوساين للديتكشن صار عندنا اف اوف تي كوساين سكوير. فمن صار عندنا الاف اوف تي كوساين سكوير الجزء النيجاتيف مال السيجنال اللغى، فبقى بس فقط الجزء البوزيتيف. هذا الجزء البوزيتيف اذا نيجي هسه هنا هذه العمليه نيجي نمثلها هنا ايش راح يصير عندنا؟ من نفتح الملتيبليكيشن اللي هو هذا اللي هو النص اف اوف تي والنص اف اوف تي كوساين ضعف الزاويه. هذا الاف اوف تي كوساين ضعف الزاويه معناها هو الاف اوف تي تشفت بمقدار كارير فريكوانسي هذا الجزء وهذا الجزء، هذا 2 wc وماينص 2 wc تشفتت بالسيجنال الاصليه اللي هي سنتر مالتها بالزيرو، اجت هنا تشفتت 2 wc بلس WM وماينس WM بالجهتين. والجزء الأساسي اللي عندنا اللي احنا نريده اللي هو هذا النص F of T هذا موجود السنتر مالته بالصفر، لأنه ال F of T الأساسية مالتنا بالصفر ما تشفتت، ما عندها فريكونسي أخرى تشفت بها. فمن قاعدة هي بالصفر وأجي أني أدخل لها لو باس فلتر، هذا اللو باس فلتر أحدد الباندوث مالته من هنا لهنا باي ديفولت راح يجي ياخذ فقط هاي السيجنال اللي أريدها اللي هي ال F of T مالتنا واللي هي راح تكون ال output النهائي مال هاي السيجنال. فال output النهائي مال العملية هو هذا، طلع عندنا ال F of T المسج الأساسية من عملية الديتكشن أو ديموديليشن مال دبل سايد باند سبريس كارير سيجنال. بعض الملاحظات نركز عليها اللي هي انه اللو باس فلتر من احدد الباندوث مالته ما اقول له من الدبليو للماينس دبليو يعني للتو دبليو، فمعناها اي فريكونسي اخرى خارج هذا الباند راح يصير لها سبريسنج راح يصير لها ريجكتنج يعني تلغى. فاي كارير فريكونسي اخرى مثلا يعني حددنا الكارير فريكونسي مالته السنتر مالته بالصفر، فهو راح يجي يقعد هنا هذا السنتر مالته بالصفر والباندوث مالته من دبليو للماينس دبليو. اي سنتر فريكونسي اخر مثلا دبليو سي 2 wc 3 wc بلس ماينس 2 wc هذا راح يلغي ما ياخذه. حتى يصير عندنا correct detection لازم تكون الكارير فريكونسي اكبر من المسج فريكونسي. الترانسميتر والريسيفر اثنينهم لازم يكون بيهم لوكال اوسيليتر. اللوكال اوسيليتر ليش؟ حتى بالريسيفر يجي يعرف شنو الكارير فريكوانسي اللي استخدمت بالترانسميتر ويولد نفسها بالريسيفر بالضبط حتى نقدر نسوي كوركت ديتكشن، ما يصير اكو خطأ بالديتكشن. معناها انه لازم تكون اكو سينكرونايزيشن بين الترانسميتر والريسيفر، لازم يكون اكو تزامن بين الترانسميتر والريسيفر بحيث انه نفس الكارير سيجنال والكارير فريكونسي اللي استخدمت بالترانسميتر هي تستخدم بالريسيفر حتى نسوي ديتكشن صحيح للاف اوف تي. نجي اكو طرق عدة لتوليد الدبل سايد باند سبريس كارير سيجنالز. واحدة من هاي الطرق اللي نقدر نستخدمها هي اللي نسميها البالانس موديليتر تكنيك. البالانس موديليتر تكنيك، البالانس موديليتر تكنيك هي هاي السيركت مالتها. ببساطة شديدة كل مسج سيجنال تفوت عندنا كأنبوت اف اوف تي تفوت كأنبوت نقدر ندخلها على اي ام موديليتر. الاي ام موديليتر شي يسوي؟ الاي ام اللي هو لارج كارير دبل سايد باند لارج كارير شو يسوي؟ هذا يضربها في كوساين سيجنال فتطلع الجزئين اللي عندنا اللي هي الاف اوف تي والاف اوف تي مضروبه في الكوساين سيجنال. كل واحد من عندهم هذا الكوساين سيجنال الجنريتر اللي يولد الكوساين سيجنال وبعدين نجمعهم اثنينهم الاوتبوت مال الجمع راح ينطيني AC F of T cosine omega CT اللي هو double side band لكن يكون suppressed carrier يعني الكارير ما موجود. هذه هنا نفس الحالة اذا F of T فات على AM modulator، هذا الـ AM modulator ضربناه في cosine signal دخل عليه كأنبوت يطلع الـ output هذا فقط بجزء الـ F of T مضروب في cosine omega CT. هذا الجزء طبعا هنا هذا فات عليه minus F of T يعني الريفرس مال الانبوت الاول. العملية الجمع اثنينهم راح يصير سبريسنج بها راح يطلع هنا الاوتبوت اللي هو الدبل سايد باند سبريس كارير. هذه هنا نخلي عليها علامة استفهام هذا الاوتبوت شلون اجى بالضبط شلون صار هذا الاوتبوت بالضبط رياضيا تحليل الرياضي مالتها راح يكون هومورك. عملية الديموديليشن
حكينا بدي موديليشن سابقا انه ما تجيني الانبوت مالتي اف اوف تي اللي هو الدبل ساد مان سبريس كارير سيجنال، مجرد اضربها في الكارير فريكونسي باستخدام لوكال اوسيليتر توليد مالته حتى يكون نفس الفريكونسي اللي مستخدمه بالترانسميتر، فولدنا الاي سي كوساين اوميجا سي تي اللي هو نفسه استخدم بالترانسميتر وضربناه بها، والاوتبوت ندخله على لو باس فلتر اللي هو راح يحدد به فقط المسج سيجنال ويعطينا الاوتبوت اللي هي ديتكتد اف اوف تي. اذا نحكي شويه باتجاه السبيكترم والباور مال الدبل سايد باند سبريس كارير سيجنال، شلون نجي نحسب السيجنال باور مالتها دي موديليتد سيجنال باور مالتها الجي اوف تي؟ اذا فرضناها انه هي الريسيفد او الاوتبوت مال الريسيفر سيجنال، يعني الاوتبوت هنا هذه الاف اوف تي الفاينل الداش اللي هو الاوتبوت مال اللو باس فلتر اللي هو المفروض يكون عندنا فقط المسج سيجنال، والجي اوف تي هو الاوتبوت مال الملتيبليكيشن بروسس بين الدبل سايد باند سبريس كارير سيجنال وبين الكوسان سيجنال اللي هو الكارير سيجنال. إذن الجي اوف تي هي عبارة عن اي سي كوساين اوميجا سي تي مضروبة بالدبل ساد بان سبريس كارير المستلمة. الدبل ساد بان سبريس كارير نتذكر هي عبارة عن اف اوف تي في كوساين اوميجا سي تي، فكوساين في كوساين ينطي كوساين سكوير اوميجا سي تي، والاي سي اوريدي راح تصير سكوير لانه موجودة بالحالتين مضروبة في الاف اوف تي. الكوساين اوميجا سي تي سكوير راح تفتح رياضيا نص في نص كوساين ضعف الزاوية مضروبة في الاف اوف تي بالحالتين، فيصير اي سي سكوير على 2 اف اوف تي بلس اي سي سكوير على 2 اف اوف تي كوساين اوميجا ضعف الزاوية اللي هو 2 اوميجا سي تي. هذا الجزء هو المطلوب بالديتكشن، هذا الجزء فقط هو راح نستخدم للو باس فلتر، فيجي نسوي السنتر مال لو باس فلتر على الزيرو والباندوث مالته من الدبليو للماينس دبليو حتى يستخرج الاف اوف تي. فاذا نجي نشوف السبيكترم مال الاف اوف تي اذا كان مرسوم بها الشكل هذا، وهاي اريد ارسم السبيكترم مالتها، هذا السنتر مال الاف اوف تي اللي موجود بالصفر هذا يجي نفسه هنا، هذه الاف اوف تي هي نفسها لانه هذا البارت عندنا هو نفسه ما تغير. هذا البارت الثاني هو عبارة عن الاف اوف تي بس شفتت بضعف الزاوية، يعني الاف اوف تي راح يصير مشفتة بمقدار 2 اوميجا سي والماينس 2 اوميجا سي بالجزء النيجاتيف. زين الدبل سايد بان سبريس كارير دي موديليتد سيجنال من هذا كله راح نعرف انه هي عبارة عن اي سي سكوير على 2 اف اوف تي، لانه هذا فقط هو اللي راح يطلع باستخدام اللو باس فلتر. احنا قلنا انه لازم يكون اكو سينكرونايزيشن بين الترانسميتر والريسيفر، هاي سينكرونايزيشن يعني التزامن بين التو سايدد ترانسميتر والريسيفر حتى نعرف الترانسميتر شنو الفريكونسي اللي استخدمها بالضبط بعملية الموديليشن حتى هي نفسها نستخدمها بعملية الديموديليشن ويصير عندنا الكوريكت ديتكشن. اكو عدة طرق للسينكرونايزيشن، واحدة من هاي الطرق اسمها البايلوت كارير، الثانية هي سكويرينج ديفايسز والكريستال اوسيليترز. راح ناخذ طريقة واحدة فقط للسينكرونايزيشن اللي هي البايلوت كارير. من اسمها بايلوت كارير معناها اكو فت كارير فريكونسي بسيطة الامبليتيود مالتها صغير، يعني كارير فريكونسي هذه الاوميجا سي ما راح ادز السيجنال هاي كلها بدون هذا، لا راح اخلي هذا اسميه الطيار في شيء كلش صغير ادزه ويا الترانسميتد سيجنال. من يستلمها الطرف الثاني الريسيفر راح يستلم هاي الدبل سايد باند سبريس كارير سيجنال اللي دزها الترانسميتر ويا هالبايلوت كارير اللي خليته. شنو الغرض من هذا البايلوت كارير؟ وين خليته؟ خليته بالسنتر مال خليته بالاف سي نفسها، حتى من استلمه بالريسيفر هناك ادخله على باند باس فلتر اخذه فقط هو بس، وبعدين ادخله على امبليفاير اكبره، بعدين ارجع اضربه بالريسيفد سيجنال وادخله على لو باس فلتر. الغرض من الباند باس فلتر هنا والامبليفاير انه اني اعرف هذا الباند باس فلتر السنتر مالته راح اخليه ات اوميجا سي، فحتى اعرف مقدار الفريكوانسي المستخدمه او اللي اجتي عن طريق البايلوت كارير. والامبليفاير اللي هنا دزيته هو صغير كلش الامبليتود مالته، حتى اكبره وابرزه واعرف شنو هو الفريكونسي اللي يستخدم بالترانسميتر حتى انطي هنت للاوسيليتر يولد كارير
سيجنال بنفس الفريكونسي اللي استخدمت بالترانسميتر حتى استخدمها لعملية الديتكشن مال الدبل سايد باند سبريس كارير ويصير عندنا كوريكت ديتكشن. نوع آخر من أنواع الموديليتن سيجنال اللي هو عبارة عن السينجل سايد باند سبريس كارير. سينجل سايد باند شنو؟ احنا قلنا انه قبلها كان اسمها الدبل سايد باند، يعني ترسم بهذا الشكل، هذا سايد باند وهذا سايد باند آخر، هذا أقدر أسميه أبر سايد باند وهذا أقدر أسميه لوار سايد باند. فإذا أختار إنه أدس واحد من عندهم لأنهم اثنينهم متماثلين، هذا يشبه هذا بس يكون مناظر إله، فإذا أختار إنه أدس واحد من عندهم دزيت فقط هذا الجزء لنفرض، أو اختاريت إنه أدس فقط هذا الجزء، هاي عملية الترانسميشن أو عملية الموديليشن راح أسميها السينجل سايد باند، يعني سايد باند واحد مو دبل اثنينهم، فقط واحد من عندهم. فالسينجل سايد باند يعني يا أدس اللور سايد باند يا أدس الأبر سايد باند، واحد من عندهم ما أدسهم اثنيناتهم. شلون يجي أولد السينجل سايد باند سيجنال؟ عندنا طريقتين لتوليدها، واحدة من عندها أسميها هي الموديليشن أند فلترينج ميثود، والثانية هي الفيس شيفت ميثود. نجي نشوف أول نقطة اللي هي أول نوع أو طريقة لتوليد السينجل سايد باند سيجنال اللي هو الموديليشن أند فلترينج. الموديليشن كل الموديليشن تكنيكس اللي أخذناها سابقا كانت تعتمد الملتيبليكيشن بين المسج سيجنال والكارير سيجنال، فهنا نفس الحالة راح نعتمد الملتيبليكيشن بين المسج سيجنال اوف اوف تي وبين الكارير سيجنال كوساين اوميجا سي تي باستخدام ملتيبلاير، وهذه راح ادخلها على فلتر خاص اسميه سايد باند فلتر، ارمز له الاتش اوف دبليو. السايد باند فلتر ايش راح يسوي؟ ما راح يقعد ياخذ هذا السيجنال كلها التو سايدد الدبل، لا راح يقصها بالنص وياخذ سايد واحد فقط من عندها، فيا يختار الابر سايد يا يختار اللور سايد. فاذا كانت عندنا اف اوف تي الفريكوانسي سبيكترام مالتها بهالشكل، السنتر مالته بالزيرو، من اجي اضربه في كوساين اوميجا سي تي يعني اضربه في كارير سيجنال ايش راح يصير بي؟ راح يصير بي شيفتنج بمقدار اف سي، فيجي يقعد هنا ويجي يقعد هنا انا بالجهتين. دخلنا على هذا الفلتر وحددنا هذا الفلتر ياخذ مثلا الابر سايد باند، فايش راح يسوي؟ هذا الفلتر راح يجي يقعد هنا ويجي يقعد هنا انا بالحالتين. الحاله الاولى اللي قاعد بيها هنا راح ياخذ هذا الابر سايد من هالجهه فيطلع بس هذا الجزء، والحاله الثانيه اللي هي يقعد بيها هنا راح ياخذ هذا الابر سايد من هالجهه. اذا كان مصمم انه ياخذ اللور سايد فمن قاعد هنا راح ياخذ فقط هذا الجزء اللي هو اللور سايد، وهنا همينه راح يكون هذا الجزء اللي هو اللور سايد اللي هو هذا او هذا. بعمليه الديتكشن من يصير عندنا ديتكشن هذا الجزء ويا هذا الجزء راح يسوي لي الاف اوف تي يرجعها مثل ما هي المسج سيجنال الاصليه. الطريقه الثانيه هي باستخدام الفيس شيفت ميثود. الفيس شيفت ميثود جدا بسيط، من اسمها فيس شيفت يعني اكو انقلاب بالطور، يعني الكوساين يصير ساين او الساين يصير كوساين. هاي الطريقه المسج سيجنال الاف اوف تي راح تيجي تدخل تضرب في كوساين اوميجا سي تي بهذا السايد، السايد الثاني نفس الاف اوف تي بس تكون بها انقلاب ب 90 درجه بالطور، وتضرب في الكوساين سيجنال اللي هي هم انقلبت بمقدار 90 درجه، فراح يصير عندنا هنا اف اوف تي كوساين اوميجا سي تي، وهنا المنقلبه بالطور اللي هي اف اوف تي داش او بار في ساين اوميجا سي تي، اجمعهم اثنينهم عن طريق سميشن يطلع عندنا الفاي سيجنال اللي هي السنجل سايد باند سيجنال اللي هي راح تكون عباره عن اوف اوف تي كوساين اوميجا سي تي بلس او ماينس حسب الاشاره مال السميشن هنا اوف اوف تي كوساين او ساين اوميجا سي تي. هاي هسه اذا اجي اريد ارسمها بارسم السبيكترم مالتها راح نجي نشوف كل كوساين سيجنال او ساين سيجنال الريسبونس مالتها او السبيكترم مالتها يرسم بشكل بلس، هذه البلس تكون عباره عن اكسبونينشال سيجنال، عباره عن اكسبونينشال سيجنال. فاذا اجينا البلس مال الكوساين سيجنال او الساين سيجنال السنتر مالتها بال دبليو سي، السيجنال المسج من تضرب بيها راح تشفت بمقدار WC plus WM و WC minus WM. فإذا احنا ماخدين سايد باند واحد single side band وقلنا انه المسج سيجنال مالتنا السنتر مالتها WM والمسج سيجنال كانت carrier frequency
كانت كوساين سيجنال فور اكزامبل، والكارير فريكوانسي سيجنال هم كوساين سيجنال بس السنتر مال الكارير مالتها وين؟ ات اف سي، فهذه ات اف ام او دبليو ام وهاي ات دبليو سي. من اجينا ضربنا هذه دبليو ام بالدبليو سي راح يصير عندنا شفت بمقدار دبليو سي بلس دبليو ام، فاذا اخذنا الابر سايد باند راح يعطينا بس هذا الجزء الاوتبوت وفقط هذا الجزء بالجزء النيجاتيف. اما اذا كان عندنا دبل سايد باند هذا هسه سنجل سايد باند، اذا كان عندنا دبل سايد باند فمثل هذا المفروض يصير هنا موجود ومثل هذا المفروض يصير موجود هنا، بس حتى نلغي عملية ارسال تو سايدد وندز فقط سايد، هذا ما موجود وهذا ما موجود، يكون فقط هذا وهذا موجود، السنتر مالتهم وين؟ السنتر ات كارير فريكوانسي. ناخذ اكزامبل بسيط يوضح لنا عمليه حساب الباور مال السنجل سايد باند ترانسميتد سيجنال، ونشوف الباندوث مالتها شلون وشلون نجي نرسم السبيكترم مالتها. السؤال يقول a carrier signal given by cosine 2 by 10 قوى 5 t volt is AM suppressed carrier single sideband suppressed carrier modulated by a message signal given by 4 cosine 2 by 10 قوى 3 volt. يعني الكارير سيجنال هنا هي عبارة عن كوساين 2 باي 10 قوى 5 تي، والمسج سيجنال هي عبارة عن 4 كوساين 2 باي 10 قوى 3 تي. السؤال يقول sketch the spectrum of modulated wave. أول نقطة. المطلب الثاني هو calculate the sideband power transmission and transmission efficiency. الثالث هو calculate the transmission bandwidth. من نشوف السيجنال انه عندنا تو سيجنالز اثنيناتهم عباره عن كوسان، فباي ديفولت السبيكترم مالتهم راح يكون عباره عن تو بلسز، وحده السنتر مالتها ات 10 قوى 5 والثانيه السنتر مالتها ات 10 قوى 3. اذا الكارير مالتي هو 10 قوى 5 والمسج مالتي هو 10 قوى 3، فالديفولت المسج راح يكون هو ات 10 قوى 3 السنتر مالتها، يعني الباندوث مالتها هو من نانا لهنانا. زين اذا نريد نشوف المودوليتد سيجنال اللي هو سنجل سايد باند سبريس كارير سيجنال، مودوليتد سيجنال معناها انه المسج سيجنال هاي راح تشفت بمقدار اف سي، فاذا كان الاف سي هو 10 قوى 5 هذا السنتر مالتنا، هذا اول سنتر 10 قوى 5 والسنتر الثاني هو 10 قوى ماينس 5، الشيفتنج راح يصير 10 قوى 5 بلس 10 قوى 3 وهنا ماينس 10 قوى 5 ماينس 10 قوى 3. ليش؟ لانه احنا قلنا ناخذ فقط سايد باور واحد سنجل سايد فقط، هذا لو كان دبل راح ناخذ هذا واحد منه وواحد منه ومننا ومننا نفس الحاله، بس اذا ناخذ سنجل فبس الابر سايد اخذناه. المطلب الثاني هو السايد باند باور والترانسميشن افشنسي. السايد باند باور نرجع للمعادله الاساسيه اللي تقول انه سنجل سايد باند سيجنال هي عباره عن جزئين، الجزء الاول هو الاف اوف تي في كوساين اوميجا سي تي، والجزء الثاني هو الريفرس مالته، يعني الفيس شيفتد مالته اللي هو اف اوف تي داش في ساين اوميجا سي تي. منا اذا نريد نطلع الباور هذا المين سكوير مالته على 2. ليش؟ لانه المين سكوير مال كوساين سيجنال هو عباره عن نص، والمين سكوير مال الساين سيجنال هو عباره عن نص، فالمين سكوير مال اف اوف تي هو اف اوف تي سكوير، فهذا اف اوف تي سكوير على 2 وهذا المين سكوير مالته ايضا على 2. بما انه هاي السيجنال هي نفسها هاي السيجنال لكن تكون مقلوبه بالطور، اذا هم 2 هم 1 يعني هم متشابهين، فهذه زائد هاي 2 على 2 يصير 1، فيبقى السنجل سايد باند باور هو عباره عن المين سكوير مال المسج الأصلية اللي هو الاف اوف تي. اذا اريد احسب هسه على هذا الاساس انه اذا عندنا احنا المسج الأصلية اف اوف تي عبارة عن 4 كوساين اوميجا سي تي، هذه الاربعة كوساين من عندها اجي اريد اطلع اطبق هذا القانون واطلع السايد باور مالتنا اللي هو سنجل سايد باند باور. اذا الامبليتيود مالتها هو 4 وهنا يقول المين سكوير مالتها مال السيجنال الأصلية، هذه السيجنال مالتنا اللي هي كوساين 2 باي 10 قوى 3 المين سكوير مالتها هو نص، والامبليتود مالتها أيضا راح يتربع، همينا ناخذ السكوير مالتها، فأربعة سكوير على 2 يطلع 16 على 2 8 يساوي 8 واط، يساوي 8 واط اللي هو
سايد باور ال واحد. زين التوتال الترانسميشن باور مالتنا هي نفسها السنجل سايد مان باور مالتها ونفسها الافشنسي مالتها اللي راح تكون تساوي 100%. ليش؟ لانه احنا عندنا سبريس كارير موديليشن، يعني الكارير سيجنال ما راح يكون بي باور، يعني راح ناخذ فقط مال المسج سيجنال اللي طلعناها اللي هو الثمانية واط، فهذا التوتال ترانسميشن باور لانه هي سنجل سايد باند وسبريس كارير، يعني فقط سايد باند واحد بناخذ من السيجنال بلس انه الكارير ما موجود، هذا الكارير سيجنال ما موجود، يعني فقط السنتر محطوط بس هو اصلا باور ماكو، ما الى باور، تعتبر باور مالته واحد، فهنا انا فقط ال 8 واط هي اللي هذه. من هذا راح نعرف انه الترانسميشن افشنسي مالتنا هي عباره عن 100%. المطلب الاخير هو يريد الترانسميشن باندويث. احنا قلنا انه كل سيجنال اف اوف ام تندز او اف اوف تي تندز معناها عندها باندويث نسميه دبليو ام، اللي هو هذا دبليو ام او الى الماينس دبليو ام، يعني 2 دبليو ام. زين السيجنال الاصليه اذا الباندويث مالتها هنا هسه 1 كيلو هرتز، هي نفسها اندزت يعني نفسها اجت لهنا ايضا 1 كيلو هرتز باقيه. ليش؟ هاي هنا هي 2 اف ام، يعني 2 × 10³. اجت لهنا اذا ناخذ كارير يعني ناخذ هذا السايد باور وناخذ السايد باور الاضافي الثاني هنا نحسب منها لهنا هي ايضا 2 اف ام، يعني 2 × 10³. بس بما انه احنا ماخذين فقط سايد باور واحد، يعني فقط هذا الجزء هو اللي ماخوذ، يعني نص، يعني 2 × 10³ على 2 يصير، فيساوي 10³ اللي هو 1 كيلو هرتز نفسه مال المسج سيجنال الاصلية. فقاعدة بالسنجل سايد مان باور انه الباندوث مالته هو نفس الباندوث مال المسج سيجنال. شلون نجي نسوي دي موديليشن؟ الى دي موديليشن جدا بسيط، ناخذ السيجنال اللي راح تجينا اللي هي السنجل سايد باند مسج، سنجل سايد باند سيجنال هي عباره عن جزئين، المسج مضروبه في الكارير بلس او ماينس المسج في الكارير اللي هم اثنينهم يكونون منقلبين بالطور فالساين اوميجا سي تي. اذا اخذناها وضربناها في كوساين اوميجا سي تي ودخلناها على لو باس فلتر باي ديفولت راح يصير عندنا جزء واحد خاص فقط بالاف اوف تي، فقط بالمسج يكون بي، هذا الجزء اللي بي بس المسج ادخل عليه لو باس فلتر يطلع عندنا الاوتبوت سيجنال. فاذا من هاي السيركت الاي اوف تي اي نوت اوف تي اللي هي الاوت مالته شي يساوي لي؟ يساوي هاي ال فاي سنجل سايد باند سيجنال مضروبه في الكوساين سيجنال، جيب هاي الكوساين اضربها هنا اف اوف تي يصير كوساين سكوير في اف اوف تي ساين في كوساين. هاي هسه اذا تجي تبسطها اللي هو هاي طلع الواي اوف تي، هنا افرض انه هي واي اوف تي، هذه اذا تجي تفتح هاي المعادله وتفتح هاي المعادله راح يطلع عندنا هاي المعادله اللي هي بيها جزء خاص بس بالمسج، ما بي اي كارير فريكونسي، فقط الاف ام دخلنا على لو باس فلتر راح ياخذ فقط هذه الاف اوف تي، فالاوتبوت اللي هو هذا راح يكون هو عباره عن نص اف اوف تي. الافرج ترانسميتد باور مالته هذه الاف اوف تي، المين سكوير مالتها، فالمين سكوير مال هاي في يعني هو هذا نفسه هنا المين سكوير مال اف اوف تي في مال سايد باند واحد في 1/4 اللي هو النص، هم النص تربيع فيصير 1/4 في الاي سي سكوير. الفيستيجال سايد باند او الاي ام فيستيجال سايد باند سيجنال هو هم نوع من انواع الموديليشن تكنيكس المستخدمه، لكن هنا بيترك بسيط. بالفيستيجال سايد باند سيجنال اريد نعرف نقطتين اساسيه، انه هيج نوع من انواع الموديليشن سيجنالز صار لانه بالسنجل سايد باند سبريس كارير سيجنال اللي كنا ناخذ بيه فقط سايد باند واحد يا الابر يا اللور سايد باند، ايش نحتاج؟ نحتاج يكون الفلتر مالتنا كل شارب، يعني يكون بشكل عدل حتى ياخذ هذا السيجنال. بما انه ماكو هيجي فلتر صار عندنا نوع اخر من انواع الموديليشن اني هو الفيستيجال سايد باند، انه الفلتر مالته يكون ب شويه انحناء، مو يكون شارب، لانه يعني صعب انه نسوي يعني يستخدم هيجي فلتر ب هيجي نوع من انواع الموديليشن.
موديليشن. هذا النوع من انواع الموديليشن يستخدموها للفيديو سيجنالز اللي يكون الباندوث مالتها كلش كبير ويجي ياخذ جزء معين من هذا من هاي السيجنال كأن يكون upper side او lower side signal يستخدم به شيء نوع من انواع الفلترز اللي هو vestigial side band filter نسميه vestigial side band filter. فالvestigial side band filter بالgeneration مالته modulation مالته راح نستخدمه, بينما بالdemodulation هم راح نستخدمه بس نستخدم ويا اكو synchronous detection او asynchronous detection نوع من انواع من يعني طريقتين عندنا للmodulation, واحدة اللي نسميها synchronous واحدة نسميها asynchronous. synchronous اللي هو يكون بيها اكو تزامن, يعني الvestigial side band يكون هذا الجزء مثلا لنفرض مال الابر سايد باند من الجهتين هنا الفلتر نشوف انه صاير بيه نسبة خطأ, يعني المفروض هو شي ياخذ هذا الجزء وبس. هذا يحتاج الى فلتر كلش شارب كلش محدد, هذا الفلتر هو ما موجود. فالفيستجل سايد باند فلتر شي يسوي ياخذ هذا الجزء بس يطلع بيه نسبة ايرر من السايد باند الاخر, هذه نسبة الايرر تكون موجودة بالفيستجل سايد باند سيجنالز. لهنا أنا محاضرتي اليوم تنتهي, راح ترفق عدد من الأسئلة كهومووركس وياها, أرجو حلها وإرسالها في أسرع وقت ممكن حسب الديدلاين اللي يحدد إن شاء الله عند إرسال الأسئلة. شكرا جزيلا.